استمرارا لمسلسل التهديدات الجوفاء التي يطلقها النظام الإيراني على المجتمع الدولي الرافض لسياساته المزعزعة للأمن والاستقرار في العالم، أكد الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الإرهابي أن إيران مستعدة لحرب بالوكالة مع الولايات المتحدة وحلفائها. وأشار سليماني المدرج على قوائم الإرهاب الدولية إلى أن البحر الأحمر لم يعد آمنا، في إشارة إلى استهداف ميليشيا الحوثي الإيرانية ناقلتي نفط سعوديتين في مضيق باب المندب. وشدد سليماني على أن حربا غير تقليدية ستخوضها إيران ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وستكون تحت إدارته شخصيا، مجددا الإشادة بتهديدات الرئيس الإيراني السابق سيرا على خطى مرشده الأعلى الذي أشاد بالتهديدات نفسها. ويرى مراقبون أن هذه التهديدات الجوفاء التي يطلقها رموز النظام الإيراني ما هي إلا انعكاس لحالة الارتباك غير المسبوقة التي يعيشها النظام في ظل الانتفاضة الشعبية داخليا والضغوطات الدولية التي تحمل لواءها الإدارة الأمريكية، ما يتطلب خلطا للأوراق يمارسه النظام الإيراني حاليا لصرف الأنظار عن سياساته العدائية.